أحمد زكي بالنسبة لي صديق عمر، اتعرفت عليه عائليا هو ومراته، وكنت أنا وأمال بنزوره أحيانا كتيرة في بيته. وكان في فترة من الفترات لما نزوره ونيجي نسلم عليه يقول لا أنا نازل معاكو، لأنه كان يشعر بعد طلاقه من مراته يشعر أنه البيت بيخنقه، وهو حريص على أنه يبيت في أوتيل. عاش أحمد زكي الجزء الأخير من عمره في الأوتيل حتى لو استقبل ناس في بيته. يشهد على ذلك من أصدقائنا اللي ما زالوا على قيد الحياة أستاذة سناء البيسي، أستاذة أثار الحكيم. كنا نزور ونقعد ونتكلم وهو يعبر ويقلد ويقول كتير، ولما نقول له بقى خلاص كفاية هنروح ينزل معانا ويطلب من حد يوصله للأوتيل اللي سريره مستنيه. لا أنا ما أعرفش أن أصيب بالعمى، يعني جايز من الضعف العام أو من تعب أو من الإرهاق أو من يعني الأعراض التسممية العامة لهذا، لأن الأورام الخبيثة بيبقى لها أعراض عامة، هي أعراض عامة تسممية، وأيضا الأدوية الكيميائية بيبقى لها أثار جانبية، فقد يكون يعني أصيب بضعف أو عدم قدرة على النظر، لكن أنا ما يعني ما فيش تأكيد أنه هو أصيب بالعمى. في أيامه الأخيرة فقد أحمد زكي البصر، لكنه لم يفصح عن ذلك لأنه ابن خالته سمير عبد المنعم كان بينبهه باستمرار لكل واحد يدخل أوضته. لكن مرة دخلت عليه وكان لوحده، حبيت أخده على الكرسي المتحرك ونروح حديقة المستشفى يتشم زي ما كان بيعمل كل صباح. معرفنيش ولا حتى من صوتي، لكنه تعامل مع الموقف بطريقته التمثيلية السهلة وقال عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، أنا دلوقتي بس عرفت إحساس طه حسين لما فقد البصر، عرفت إحساس طه حسين لما بقى مش قادر يشوف الدنيا من حواليه شكلها ايه.